هناك شيء لا نعرفه بالتأكيد يا محمد رفيق. كيف يا مولاي؟ شيء يدور حولنا ولا نعرفه، يعرفه هؤلاء الإنجليز. لا أظن أيها الأمير. بل ظن يا محمد رفيق. اجلس. عندنا قوائم بها أسماء كل الناس في أرض الأفغان، وإن رابنا من أحد شيء جئنا به ونزعنا من صدره ما يخفيه. الإنجليز يستعملون العقل ونحن نستعمل الصوت. أتظن أن مايكل ديوري يمكر بنا؟ بالتأكيد. ولكن محمد أعظم رجل طيب ولا خوف منه، هذا ما قالته كل التقارير. هذا ظني أيضا، ولكن وسوف يأتينا جمال الدين بأخباره. لست أدري، ولكنه سوف يأتينا بأخباره على نحو ما. هذا ما أرجوه. ماذا بك؟ الناس في بلادي شرفاء، قاوموا الإنجليز طويلا، سقط منهم شهداء في السهول والجبال. لا أريد أن أكون سببا في حضور المستعمر إلى هذه الأرض. غريب أمر زهراء يا عارف. هذا هو شأن الفتيات يا أستاذ. ولكن زهراء غريبة الأطوار، ظننت أنكما على وفاق تام. وأنا أيضا مثلك يا أستاذ، ولكن قد تنصلح الأحوال. أخبرني يا أستاذ. ماذا؟ سؤال عن شخصك، أرجو ألا تستاء. قل يا عارف، ماذا هناك؟ متى تتزوج؟ أقصد ألا تفكر في الزواج؟ الزواج سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ولكني في شغل عن هذا الزواج الآن، لا أفكر في شيء من هذا على الأقل حتى الآن. متى يكون موعد أصدقائك؟ في الليل يا سيدي. أنا خارج، أمامي ما أفعله. وأنا يا سيدي؟ ظننت وراءك ما تقرأ. هذا صحيح يا أستاذ. أنا خارج ولن أتأخر، انتظرني حتى أعود. أمرك يا أستاذ. إصلاح التعليم أمر سهل، يحتاج إلى الإخلاص وبذل الجهد. يا سيد جمال الدين، بلاد الأفغان. ماذا أقول؟ قل ما تريد. هل تخشاني؟ كلا بالمرة. الأمر في بلادنا يحتاج إلى إصلاح الحكم، هذا هو رأيي. لم أخبر به أحدا، لأنه من البديهيات. هذا شيء نعرفه يا محمد أعظم، ولكن لإصلاح الحكم يتعين إصلاح التعليم، حلقات متداخلة متصلة. إن كان شير علي يريد منا أن ننتهج خطة لإصلاح التعليم فسوف نفعل، ولكن علينا واجب إصلاح الحكم، وهو أمر لا ينبغي لشير علي أن يعرف أننا ننتويه.
وأنا معك في هذا يا محمد أعظم. هل نتعاهد؟ هذا هو عهد الله، لنبذل كل جهد من أجل بلاد الأفغان ومن أجل كل بلاد الإسلام. ماذا يريد هذا الصفيق؟ لست أدري يا مولاتي، ولكنه ينظر إلى النافذة نظرات طويلة، يريد أن يلقاك يا مولاتي. فليلقى الموت، ما أبغضه. يزال هناك؟ لا يزال يا مولاتي. اسمعي يا لؤلؤ، اذهبي إلى مولاك محمد أعظم وأخبريه أن الضابط محمد رفيق ينتظر في حديقة القصر. أمرك يا مولاتي. انتظري. لا ضرورة، دعيه يقف كيفما يشاء. أمرك يا مولاتي. خذ حذرك يا أستاذ. الحذر واجب المسلم، ولكن لا يغني حذر عن قدر. سوف أتي إليك غدا إن شاء الله. صباح جميل. زيارة غير متوقعة. أعتذر عن الإزعاج. كلا بالمرة، هذا بيتك. تجتمعون لإصلاح التعليم؟ هذا صحيح، نجتمع لإصلاح التعليم. تفضل بالجلوس يا أيها القائد. أستأذنكم. تفضل يا أستاذ. إن شاء الله. في الحقيقة قد جئت لزيارتك وأدخلني الخادم، وكان يجب علي أن أرسل في الاستئذان قبل. لا عليك من كل هذا يا محمد رفيق، قلت لك من قبل هذا بيتك. مثلك ينبغي أن يتودد المرء إليه وأن يوطد معه الصداقة. أنت من أعظم أبناء دوست محمد خان، والأمير شير علي يحبك ويدنيك، وكنت أود أن تكلم فيما تريد مرة واحدة أيها القائد. كنت أريد أن وددت لو لا أستطيع الكلام. كما تشاء. قرأت كتاب المنقذ من الضلال. تجربة عانها حجة الإسلام أبو حامد الغزالي. لست أدري ماذا أقرأ بعده يا سيد جمال الدين. عندكم في القصر مكتبة عامرة وأنت متفتحة العقل، لنقرأ شيئا في تفسير القرآن، ما قولك؟ ما بال هذا الرجل؟ لست أدري. ما علينا،
أستأذنك يا شاهي جهان. اسمع يا سيد جمال الدين. ماذا؟ ما قولك أن نخرج يوما للنزهة؟ نزهة؟ نعم نزهة. هل في هذا شيء؟ سأفكر في هذا الموضوع. وجهك مربد يعيبه الضيق. تمر بلاد الأفغان بمحنة ولن ينقذها سواك. أنت أمل الإسلام. شكرا لك يا صديقي. اجلس. لست أدري لماذا أخشى من اجتماع جمال الدين بمحمد أعظم. هل حدث شيء؟ لم يحدث بعد. ماذا تعني؟ سوف أكون لهم بالمرصاد. أنا خادمك المطيع أيها الأمير. كيف الحال يا زهراء؟ الحمد لله. رجل قد جاء يسأل عنك. ما اسمه؟ ما شكله؟ قد ترك لك هذه الرسالة. شكرا لك يا زهراء. زهراء زهراء. عظيم، سأحضر الاجتماع مع الأستاذ. هو الجوهر الفرد، الشيء الذي لا يحده حد. بلاد الأفغان تختلف عن سائر بلاد الإسلام. رغم ما فيها فهي صامدة. جبالها تشير إلى كرامة أبنائها وعزتهم، ويمكن أن تسري النهضة منها إلى كل البلاد في أرض الإسلام. لهذا طلبت لقاءك. نوحد الجهود ونصنع شيئا. هذا شيء جميل. ماذا عندك؟ أنت رجل عالم، سافرت ورحلت وخبرت الدنيا، وتتفق معنا بالتأكيد. إن شاء الله. منذ عام ظهرت في أرض الحجاز بمكة
جماعة أم القرى، وهدف هذه الجماعة هو بعث الإسلام وروحه من جديد في كل البلاد. وماذا تعرف عن هذه الجماعة أيضا؟ أنا عضو فيها. وأنا أيضا يا أستاذ. ومعنا الكثير من القادة والعلماء وأهل الدين. أقصد، ألا تعرف من هو رئيسها؟ أعرف رئيسي فيها. لا تعرف من أنشأها؟ ظني أن معرفته لا تهم في قليل أو كثير، المهم ماذا يريده هؤلاء العلماء. بالحكمة نطقت يا حسن شاه. وعارف معكم؟ أنا الذي دللتك على المكان يا أستاذ. سأكون معكم إن شاء الله. أريد أن ألقى رئيسك في الغد إن شاء الله. لابد من تنبيه الناس، سندخل عليهم في كل مكان ونكلمهم في المساجد والطرقات. الشر يحيط بكل بلاد الإسلام، الحملة ضارية صعبة، قد كشرت أوروبا عن أنيابها يا شباب. الجهل، الضعف، البعد عن الدين، كلها أسلحة في أيدي الجنرالات الذين جاءوا من وراء البحار. سنكون لهم بالمرصاد يا أستاذ. أنا وأنت وحسن وكل من يقول لا إله إلا الله عليهم واجب. سوف نسأل جميعا يوم يقوم الميزان. لو تعرفين المتعة التي أجدها لفعلت مثلي. أنا أقرأ وأكتب، ولكن ليست هذه الكتب الضخمة. أمر سهل لو بدأتي. أتظنين هذا يا مولاتي؟ بالتأكيد، سأعلمك كيف تقرأين هذه الكتب الضخمة. ومن أين يأتي الوقت؟ سأهيئ لك الوقت. هذا كتاب عن أركان الإسلام. ماذا؟ أراك غاضبا مني. من قال هذا زهراء؟ أنت أختي، ألم نتفق على ذلك؟ جاءني مكتوب من أمي. متى تأتي؟ خلال هذا الشهر بإذن الله. لست أدري كيف قطعت هذا السفر، هي امرأة قوية الإرادة. بل هو الشوق إلى الأهل والأحباب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لم تذهب بعد؟ أنا في طريقي يا أستاذ. لا تنسى، سأنتظره قرب الفجر. أمرك يا سيدي. السلام عليكم. رافقتك السلامة يا أبا تراب. كيف حالك يا زهراء؟ نحمد الله. لا أدري ماذا تعملون؟ نحن نعمل من أجل الخير. صار عارف مختلفا عن ذي قبل. كيف؟ كان أحيانا ما يخرج بالليل، فأصبح الآن يخرج بالليل وفي النهار لا أدري متى ينام. وكان أحيانا يفكر في العمل، فأصبح لا يفكر فيه أبدا. هو يعمل معي. كم يتقاضى في الشهر؟ يتقاضى ما يريد. أهناك عمل يتقاضى فيه الإنسان ما يريد؟
أبو تراب قنوع ولا يريد الكثير، وهذا ما لا يعجبني فيه. ألهذا عدلت عن الزواج منه؟ هل تعرف يا أستاذ؟ ماذا؟ في هذا الخان جاء كثيرا، الغرباء يأتون وينصرفون وتتلاشى صورهم مع الأيام، أما أنا فلا يمكنني أن أنساك. شكرا لك يا زهراء. متى تغادر الخان؟ قلت لك ربما بعد يوم، ربما بعد عام. صدقني بعد العمل مع الحكام ستكون لك العربات تتقدمها الخيل مع الحجاج، وقصور تلمع قبتها في ضوء الشمس، أراها أحيانا حينما أخرج للنزهة، وأتمنى لو أعمل فيها. مرحى يا زهراء، أنت لا تعلمين كيف يعيش هؤلاء الناس، البؤس تحت قباب القصر. لا يجتمع البؤس مع المال. البؤس يكون ببعد الناس عن الدين، هذا أمر مسطور في القرآن. إن شئت الراحة وهدوء البال فسوف تجدين ذلك في تنفيذ تعاليم الإسلام. أنا فتاة مستقيمة، أؤدي الصلوات. لا يكفي. وأصوم رمضان. لا يكفي. لا تجب علي الزكاة، ولكني أدفع بعض الصدقات أحيانا للفقراء. لا يكفي. لا أستطيع الحج. هذا أمر قد رفع عنك ما دمت لا تقدرين. ماذا علي أن أفعل؟ حماية الدين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدفاع عن أرض الإسلام، والجهاد في سبيل الله. أفعل هذا وأنا فتاة؟ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل عليه القرآن وخاطب الناس جميعا، لم يفرق في ذلك بين رجل وفتاة، بين عبد وحر، الكل أمام الله سواء. وإلا ما معنى الخلق؟ الكل مكلف، الكل مسؤول. رضوان الله عظيم وعذاب الله شديد. أخبرني كيف أحقق هذا كله؟ سوف أخبرك بإذن الله. أنت؟ نعم أنا. وتأتي إلى هنا بقدميك؟ تأتي وحدك دون استدعاء؟ العمر واحد والرب واحد. مر لي بالشاي. الشاي؟ نعم. الشاي، كوبين من الشاي. شكرا لك. حسن، ماذا تريد؟ السيد جمال الدين. ماذا عنه؟ يريد أن يراك. فليتفضل بالحضور. بل تفضل أنت. أذهب أنا إليه؟ نعم، تذهب أنت إليه. شكرا لك.
أين أجده فيما تظن؟ في خان السلطان محمود. خان السلطان محمود؟ أين أكون؟ أحقا لا تعرفه؟ لقد أمسكت بنصف النزلاء هناك، الخان الذي قبضت علي فيه. هل تذكر؟ تذكرت. حسن لا تتأخر. ألا تعرف لماذا يطلبني؟ كلا. متى أجده هناك؟ قرب الفجر. هل هذا موعد؟ حيث تنتهي من عملك. كلام معقول. حسنا سأكون هناك عند الفجر، وأنا سأنصرف الآن. شكرا لك. مع السلامة. ما هذا؟ عودوا بهم إلى الحبس. لا ضرب ولا تعذيب الليلة. هيا عودوا بهم إلى الحبس. أما يكفي حبسهم وغيابهم عن أهلهم وأبنائهم؟ هيا. أبأس أن يضرب إنسان إنسانها. لقد وعدته وأخلفت، لكني لن أضرب أحدا بعد اليوم. نعم أنا هنا المسؤول، ولن يعرف أحد إن كنت قد فعلت أو لم أفعل. أتعس هذا العمل يا علي رؤوف. أريد أن أشارك في عمل ينفع بلادي. هذا واجب كل المسلمين. ماذا أفعل؟ نحن نعد العدة لإصلاح التعليم، وهذا هو السبب زيارتي اليوم للأمير. سوف يأتي بعد قليل. هنا في بلادنا لا يهتمون بتعليم الفتيات. لا تتعلم إلا من كانت أميرة أو بنت عظيم. علينا أن نغير من هذا وأن نبدأ بفتح المدارس لتعليم الفتيات. فنفتح المدارس لتعليم الأطفال علوم الدين والرياضة والفلسفة على مناهج جديدة نعدها لهن. واللائي كبرن عن سن التعليم. نفتح المدارس لتعليم الزوجات والفتيات القراءة والكتابة. أتظن أن هذا يفيد؟ بالتأكيد. بدون التعليم لا شيء يفيد. تأخرنا عندما ساد الجهل، وتقدم غيرنا عندما اعتمدوا التعليم أساسا للإصلاح. هذا يحتاج إلى كثير من المال، ويحتاج إلى كثير من الجهد والإخلاص. جاء محمد أعظم. مرحبا بالسيد جمال الدين. كلامك هذا ليس في وقته. لماذا؟ ليس من المناسب أن نتحدث عن الزواج والحب ونحن مقدمون على حرب. أنا لا أتكلم عن هذا الآن، ولكن بعد أن تنتهي الحرب. بعد الحرب لن أجد غضاضة في أن أطلب إلى أبي أن يزوج أكفأ قواده من الأميرة شاهجان. في الحقيقة أنا أعلم أنني لست كفئا لها، ولكنها مكرومة منك تمن بها علي يا صديقي شير علي.
صديقي محمد رفيق، عشيرتك وعشيرتنا أبناء عمومة، أنت كفء للشاه شعان. هذا كرم منك يا مولاي. بقي أن ترضى هي بك زوجا لها. هذا أمر ليس في يدي. في يد من؟ في يد الشاه جيهان بطبيعة الحال. مولاتي، ماذا يا لؤلؤ؟ مولاي محمد أعظم يريدك. هل انصرف الضيف؟ كلا يا مولاتي، سوف أتي على الفور. التغابي وعدم الاكتراث هما الوسيلة الوحيدة للتخلص من كيد شير علي. أحسنت يا أمير، هذا الزمن يحتاج إلى بعض المكر. والشيء الأغرب من هذا ماذا؟ محمد أفضل لا يهتم كثيرا بالحكم كما يتوهم شير علي، ولكن عيبه أنه كثير الكلام، ومن ثم لفت النظر إليه. من كثر كلامه كثر خطأه، إلا من عصم ربي. هل تعرف يا سيد جمال الدين؟ ماذا يا أمير؟ أجهدت نفسي حتى ألقاك. لكل شيء موعد وميقات يا أمير. ما إن علمت بخبر جمعية أم القرى، حتى أنشأت لها فرعا قويا هنا في بلاد الأفغان. عندما جئت من الحجاز كنت أنوي الاتصال بك. سبقني إليك شير علي. كلا، لم يسبق، بل سبقه الإسلام إلي وإليك وإلى كل المخلصين. ها هي ذي شاه جهان. بهذه الزينة يصعب علينا العمل الجاد. لن أدخر وسعا في تنفيذ كل ما هو مطلوب. اطمئن من هذه الناحية. حتى يحين الوقت ونبني مدارس الفتيات سوف نستخدم مدارس الفتيان، ولكن بعد الظهر. حسن هذا وجميل. سنحصر عدد الفتيات في كابول وفي كل بلاد الأفغان، ونقدر كم مدرسة نحتاج إليها لنوازن حجم المال المطلوب. سأبدأ عملي من الغد. الغد بعيد يا أميرة. من اللحظة إن شاء الله. بوركت يا أميرة. كنت اسمي شاه جهان. سوف تختارين من يساعدك ممن تتوسمين فيهن الغيرة والإخلاص. عندي عدد منهن. اتفقنا. هل هذا كل شيء؟ هذا كل شيء. أستأذنكم لنعود إلى ما كنا نتكلم فيه يا أمير. مولاتي، ما بالك يا مولاتي؟ لا شيء يا لؤلؤ، لا شيء. هل أغضبك السيد جمال الدين؟ هو فيما يغضبني؟ هو عالم يريد الخير لبلاد الأفغان، ليس بيني وبينه شيء. Thank you.
أميرة عظيمة، جديرة بأمير عظيم. أنا لست أميرة يا لؤلؤ، أنا ما هذا الكلام يا مولاتي؟ تأمرين بشيء؟ شكرا. أتخيل أن جمال الدين يفشي سر محمد أعظم. لا تتعجل سير الأحداث، لا أظن أن محمد أعظم يخفي شيئا، ربما من يدري، ولكن لنعمل لكل شيء حسابا. أنا معك في هذا، ينبغي الاحتياط حتى لا نفاجأ بما لا نعلم. ما أخبار الحملة إلى هيرات؟ ليس بعد يا محمد رفيق، ليس بعد. وماذا سنفعل مع مايكل ديوري؟ ما بقولت نائب الملكة؟ لا أدري إن كان يعلم شيئا لا نعرفه أم يحاول خداعنا. يتكلمون عن مستقبل نحن نعد له العدة. كان يتكلم بتحفظ، والرأي أن تقابله وتتحدث إليه، قد يقول لك ما لم يقله لي، قد يريد مكاشفتك في أمر. من أعمل لهم حسابا هم الروس والإنجليز، يجب ألا نغفلهم. اسمع يا محمد رفيق، اذهب إلى مايكل ديوري وحدد لي معه لقاء. أوهمته أننا ممسكون بناصية الأمور. نحن كذلك يا محمد رفيق، نحن كذلك، بلاد الأفغان في أيدينا، أم تراك نسيت؟ أقصد أكثر أيها الأمير. اتفقنا، سوف ألقى هذا الإنجليزي واطمئن، لن يكون غير ما نريد. أخذ من؟ لا، لقد جئت للزيارة، مجرد الزيارة. زيارة من؟ السيد جمال الدين. تقبض عليه بالأمس وتزوره اليوم؟
ما أعجب ما يحدث في هذه الأيام. هل تعرف أننا قرب الفجر؟ أعرف، هذا هو الوقت المناسب. الوقت المناسب عند الفجر؟ انتظرت حتى أنتهي من عملي. أعرف ما الذي جاء بي إلى هذا المكان. معذرة، تفضل استرح، سوف أخبر السيدة جمال الدين بحضورك. تفضل. يا مرحبا يا مرحبا، السيد جمال الدين ينتظرك يا سيدي، تفضل. معذرة، لقد أزعجتك. على العكس، لقد سرتني زيارتك، طالما جئت الخانة محوطا بالجند وبالأعوان. أما هذه المرة فقد سرتني الزيارة. تفضل يا سيدي من هذه الناحية، تفضل. حقا هذا زمن العجائب. لم تصعد هذا السلم من قبل؟ لا، كنت أمر رجالي بالصعود، أما أنا فلم أفعلها. هذه أول مرة أصعد فيها. كم أنا سعيد بصعودك يا سيدي. تفضل يا حضرة الضابط، السيد جمال الدين ينتظرك، تفضل. لماذا جئت؟ نريد الشاه. الشاه في هذا الوقت؟ وما يضير في هذا الوقت يا زهراء؟ على قولك، صرت مثلكم، لا أنام طوال الليل وأعمل طوال النهار. من أجل الأستاذ. سأتيكم به. وأنا في الانتظار ها هنا. ولماذا لا تصعد إلى أعلى؟ هناك حديث خاص. هيا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هكذا قال الله تعالى. صدقني يا سيد جمال الدين، أنا أكره عملي، أصبحت أضيق به منذ تلك الليلة. لا أطلب منك أن تترك عملك، ولكن تذكر أن أمتنا تحتاج إلى إخلاصنا وجهدنا وتضافرنا. معك حق، هذا صحيح. وقد لمست فيك روح الخير والرغبة في المشاركة في البناء، بناء أمة الإسلام. هذا كلام يعاقب عليه الأمير. مثلك يخشى الله وعقابه قبل الأمير. ستضع يدك في أيدينا يا علي رؤوف. ماذا علي أن أفعل؟ سأخبرك بما يجب أن تفعله أولا بأول وفي الوقت المناسب. اتفقنا؟ اتفقنا يا سيدي الأستاذ. هذا هو الشاي، بذلنا الجهد لإعداده. هذا أخي وصديقي عارف أبو تراب. بل خادمك وتابعك يا سيد الأستاذ. إنما أنا وأنت أخوان يا عارف. تفضل يا سيدي الضابط. إنما نحن أخوان يا عارف. سرقت. السيد هنا هو جمال الدين. معذرة يا مولاتي، ماذا حدث؟ استمري في القراءة. أصبحت لا أظهر في القصر. استمري في القراءة، أنت وصيفتي،
وليس لأحد أن يسأل عنك سؤال. شكرا لك يا مولاتي. عزيزي شرعلي، هذه أمور بالغة التعقيد يقوم عليها العلماء والمتخصصون كل في مجاله، ثم يقدمون النتائج، وهذه النتائج تقدم إلى آخرين، ومن ثم يضعون المقترحات والحلول. ليتك تفصح قليلا يا مستر ديوري. علماؤنا في لندن ينظرون بعين الاعتبار إلى هذه المنطقة من العالم، يعرفون أهميتها، ويهمهم في المقام الأول أن يتحقق لها قدر كبير من الاستقرار، ومن ثم يسود الهدوء. لست أدري فيما يفيدكم هدوءنا واستقرارنا، هذا مجرد سؤال. سيدي الأمير، أنا تاجر أنقل بضائع الهند إلى أوروبا، ثم أفعل ذلك بالعكس. هذا فقط؟ هذا ما أتقنه. حسن يا مستر ديوري، لست ضليعا في السياسة، ولكني أعلم يقينا أن هدوءكم واستقراركم يحقق السلم العالمي الذي نسعى جاهدين في سبيله، فتسير التجارة آمنة في كل أنحاء العالم. ومن أجل هذا تقيمون الحروب في بعض الأحيان لتحقيق السلم في العالم؟ ونقيم الحروب أحيانا في سبيل ذلك. انظر مثلا إلى سمو الأمير دوست محمد خان أمير الأفغان. حسنا، ثم ماذا؟ ماذا عن أبي؟ رجل شجاع تهابه القبائل، وتعمل له كل حساب، وتجتمع عند كلمته، هذا صحيح. ولكن ماذا؟ المرض، الشيخوخة، المشكلات. الأمير دوست محمد خان رجل أنهكه الحكم وهد قواه، ويجب أن نعترف بهذا. ما زال أبي في كامل صحته وقوته، وما زال أيضا قادرا على حل المشكلات ومواجهة المعضلات. أنا لم أعترض على هذا أبدا، ولكن دعني أذكرك بأشياء حدثت. تفضل. دخل الجيش الإنجليزي بلاد الأفغان عام 42,800,000 للأخذ بثأر من قتلوا في المذبحة التي حدثت عام 39. وحاولتم إجلاس شجاع الملك على العرش، وجاء من قتله، وكان أبي الأمير دوست محمد خان هو الأمير الذي قبلته الناس وأطاعته القبائل. لعل سمو الأمير لا ينسى دور الإنجليز وحكومة جلالة الملكة في تسليم العرش لدوست محمد خان. تقصد مساندة الأمير دوست محمد خان لا تسليم العرش له؟ سامحني أيها الأمير، الألفاظ تخونني أحيانا، معذرة. ولولا إجماع القبائل عليه لما استطعتم أن تقدموا له يد المساعدة. علماء السياسة في لندن قدروا أن دوست محمد خان هو أصبح من يحل محل شجاع الملك بعد أن قتل. لهذا ساعدناه وساندناه، وأنت تعرف جيدا سير الأحداث. لقد حافظ أبي على عهده معكم، فلم يتحرك نحوكم بأذى. قامت ثورة الهند سنة 57,800,000، فلم يتدخل وآثر السكوت. هذا صحيح. وكان يستطيع أن يزعجكم ويقض مضجعكم برجاله المنتشرين عبر الجبال. لماذا؟ لم يكن هناك ما يستدعي كل هذا يا عزيزي شرعلي. ها، والآن أخبرني اللورد لورنس أن التاريخ يعيد نفسه. ماذا تعني؟ الحكومة الإنجليزية مهتمة بصحة الأمير، والتقارير تأتي عنها أولا بأول، وهناك الخبراء الذين يقدرون الضغوط الواقعة عليه كل يوم. إلى هذا الحد أنتم مهتمون؟ حتى إنهم يستطيعون حساب عمره متى ينتهي على وجه التقريب الشديد. لا،
لا يعلم الغيب إلا الله. صدقني أيها الأمير، يمكن تقدير وفاته متى تكون أو متى يعجز عن العمل. هذا كلام غريب أسمعه لأول مرة. هذا عوض عن الظروف الاستثنائية التي قد تعجل بأشياء ليست في الحسبان. هل ندخل إلى لب الموضوع؟ أنت ملك الأفغان القادم، ونريد أن نتفق معك على ما ينبغي عمله لنضمن لك هذا الملك. الملك لله يعطي بالقهار، والأرض يورثها من يشاء من عباده الصالحين. ما يحزنني أن نشير علي لا يفكر في نهضة المسلمين وفي إصلاح شأن الأمة. هذا كلام معاد يا أمير، نحن نعرف هذا. لقد أنشأت أم القرى، وغرضها جمع شمل المسلمين في كل الأقطار. غاية ما يفكر فيه شير علي هو جمع القبائل الأفغانية تحت سلطانه، ولا شأن له بغير هذا. واجبنا أن نبصره بما عليه أن يفعله تجاه الإسلام والمسلمين. ظني أن هذا لا يفيد. على أي حال هو دورك؟ وأنت؟ من الخير أن يظن أنني لا أهتم بهذه الأمور. معقول كلامك يا أمير. أنت تعلم أنه قد وضع محمد أفضل تحت رقابته، وهل تظن أنك بعيد عن هذه الرقابة؟ أنا؟ هل تظن هذا؟ بالتأكيد. ومن يراقبني؟ أتراهم يعلنون لك عن؟ على أي حال سوف نمضي في طريقنا، ولن يحول دون غايتنا شيء. الأمر كما تقول يا أمير. أريد منك شيئا هاما عليك عمله. تفضل يا سيدي، أنا طوع أمرك. جمال الدين، ماذا عنه؟ أخبرني أنت. رجل عالم بالإسلام، درس العلوم الحديثة من هندسة وحساب، وقد سمعت أنه درس علوم الطب والتشريح والفلك. أحاط علما بكل هذا؟ نعم يا سيدي، فهو عالم ضليع، هذا ما فهمته من التقارير. والسياسة، هواه إلى من من الأمراء؟ واضح أن هواه إلى مولاي الأمير شير علي. هل أنت واثق من هذا؟ هذا ما تخبرني به التقارير والعيون الذين أرسلهم في كل مكان. وماذا عن صلته بمحمد أعظم؟ صلة لا ضرر فيها ولا خوف منها. كيف؟ التقارير تقول إن محمد أعظم لا يهتم بالسياسة والحكم. وجمال الدين؟ لقد قلت لك يا سيدي ما أعرفه عنه. أما أنا فأعرف عنه شيئا آخر لا تعرفه. ليتك يا سيدي تخبرني بما تعرف حتى نحتاط. سوف أخبرك، ولكن عليك بشيء. أمرك يا سيدي. خذ رجالك واقبض على جمال الدين وضعه في السجن. أضع جمال الدين في السجن؟ نعم. بأية تهمة؟ هذا ما عليك أن تدبره يا حسن شاه. أدبر تهمة لجمال الدين تبرر القبض عليه؟ لا يا حسن شاه، لم أقل هذا. ماذا قلت أيها القائد؟ تذهب في رجالك وتقبض عليه أولا، ثم تضع ملفا بالموضوع يتضمن التهمة، ويجب أن تكون خطيرة. والأدلة، لا تنسى الأدلة.
تكون قوية ودامغة ومعها الشهود. أنت تعرف عملك وسوف أساعدك. هل أستطيع الاعتماد عليك؟ بالتأكيد يا سيدي. هيا نفذ ما قلت لك. ولكن يا سيدي لا يتم القبض على الناس إلا في الليل. هذه حالة خاصة. الأدلة يا سيدي. رأيك صواب يا حسن شاه، فلنؤجل القبض عليه إلى الليل. اسمع، أنا الذي أؤاخذ وأحاسب، لا تفكر في أحد غيري يا حسن شاه. هذا صحيح يا سيدي. أعلمني عندما تقبض عليه. أمرك يا سيدي. شيئا يا عارف. ماذا زهراء؟ أكاد لا أعرف عنك شيئا. ما هذا الكلام يا زهراء؟ من أين جئت؟ وماذا كنت تعمل؟ وأي عمل هذا الذي كنت تبحث عنه؟ كل هذه المدة التي قضيتها عندك في خان السلطان محمود ولا تعرفين عني شيئا؟ هذا عجيب. الذي أعرفه أنك طيب القلب، عظيم الأخلاق، ولك عقل يختلف عن كل عقول الناس. ألا يكفي هذا لمعرفة إنسان؟ لست أدري، في هذه الأيام قد لا يكفي هذا القدر لمعرفتنا. ولكني أخبرك بأمري، هذه علامة طيبة، ما زال لي عندك في قلبك شيء. لك في قلبي كل شيء يا عارف. بين مضيقي خيبر وكوروم تعيش قبيلة الإبريدي عبر الجبال. أنت من قبيلة الإبريدي؟ نعم، هي أقوى قبيلة في كل بلاد الأفغان. هذا في زمن كان. سمعت أخباركم، قد حاربتم الإنجليز مرات كثيرة. هذا لقرب المنازل من الهند. حاربناهم عام 1850، وعام 1853، وعام 1855، منذ سنوات. هل كنت أحد المحاربين؟ كنت من قادة أهل الحرب هناك. ولماذا تركت بلادك وأتيت إلى هنا؟ في يوم لم تشرق فيه الشمس والناس في نشوة من النصر، هجم الإنجليز بالخيالة وبالعربات يجرون مدافع لم أرى مثلها في حياتي. أخذوكم على غرة؟ أفنوا الكل بلا تمييز، قتلوا الأطفال، هتكوا الأعراض، الشيخ والشاب سواء. أخذونا على غرة كما قلت. ماتت أمي وقتل أبي، 5 إخوة لم يبق منهم غيري، وهربت جريحا أنزف دما عبر الجبال الجرداء وحيدا يرعاني الله. وماذا فعلت؟ ذهبت إلى صديق كان يعرف أبي،
أعطاني ورقا وشهادة، وصار اسمي عارفا أبا تراب، عارفا بما يدور في أرض الأفغان، أبحث عن ثأري بين جنود الإنجليز. الإنجليز هم سبب كل بلاء في كل بلاد الدنيا، ولعلي أدرك هذا الثأر. معذرة يا عارف، ما كنت أريد أن أشق عليك بهذا الحديث. وقابلت السيد جمال الدين هنا عندك في الخان، قابلته والتقيت به، ويا له من لقاء. أعلم. علمني جمال الدين أن الثأر يكون بنفط الجهل، بإحياء الإسلام، بتنوير العقل، بتطهير القلب من الأوهام، أن نفرك أعيننا من نوم طال. علمني أبي قبل أن يموت أن أعين الإنجليز على كل بلاد المسلمين. لن يغمض لهم جف حتى نكون من مستعمراتهم. وماذا علينا أن نفعل؟ نجعلهم ييأسون من أرض الأفغان. كيف؟ يكون الحكم قويا يصمد لهم، وهناك المقاتلة في جبال الهندوكوش على أتم استعداد. وبعدها يا نطارده في كل مكان من بلاد الإسلام، ولكن هنا قبل أي شيء يا زهراء. مولاي، لعلك بخير هذا النهار. الحمد لله. ومولاي أمير البلاد، بخير والحمد لله. لعل الحملة تخرج هذا الأسبوع فهو يتماثل للشفاء. ظروف البلاد حرجة يا أمير. أعرف يا محمد رفيق. ودقيقة يا مولاي. ماذا تقصد؟ قد نضطر إلى القبض على بعض المشتبه فيهم تأمينا للدولة. هذا أمر تفعلونه كل يوم حسب علم؟ أقصد قد نلقي القبض على عظماء. عظماء؟ ماذا تعني؟ أنا لا أعني أحدا على وجه التحديد، ولكننا لن نترك كابول في أيدي الأعداء. بالحكمة نطقت. قبل أن يسير الجيش لا بد من تأمين العاصمة من كل من نخشاه. يدك مطلقة يا محمد رفيق، افعل ما تشاء. شكرا لك يا مولاي. أخبريني يا لؤلؤ، هل مولاك محمد أعظم وحدة؟ عنده ضيف. ضيف؟ السيد جمال الدين؟ لم ألحظ يا مولاتي، أنظر لك. كلا كلا يا لؤلؤ، اذهبي أنت. ما كان ينبغي أن تأتي هكذا في واضحة النهار. للضرورة أحكام يا مولاي. كي شخص يهمنا أن يكون من جماعتنا. وهل هذا يستدعي حضورك وهكذا في منتصف النهار؟ هذا الشخص يريد أن يلقاك وأن يتعرف عليك.
لا أفهمك يا حسن شاه، أنت لا تقدم تبريرا معقولا لحضورك هنا في القصر. هناك من تبعك بالتأكيد. مولاي، أنسيت؟ أنا الذي أجري برجالي خلف الناس ولاحقهم بعيوني في كل مكان. هناك من يرسلونه خلفك بالتأكيد. عملت حسابي وتأكدت أني غير متبوع. حسن، من هذا الذي تريد ضمه إلى جماعتنا؟ السيد جمال الدين الحسيني، عالم الإسلام. هل تعرف يا حسن شاه؟ ماذا يا مولاي؟ السيد جمال الدين هو الذي أسس جماعة أم القرى في مكة منذ عامين. هل هذا معقول؟ هذا سر أختصك به. أنشأها ليجمع المسلمين عند القبلة في الكعبة هناك بمكة، من كل قطر مجموعة يلتقون في الحج يناقشون أمور المسلمين. السيد جمال الدين هو رئيس جماعتنا؟ نعم، لقد ضممته إلينا بالأمس. حسنا فعلت، لا ضرورة للقائه، فأنا ألقاه كل يوم. ولكن هناك خطر عظيم يحدق به. كيف؟ صدر إلي الأمر بالقبض عليه الليلة. ممن؟ محمد رفيق. بأية تهمة؟ لن نعجز عن تدبير التهمة، وبهذا أمرت. هذا بعلم شير علي وبتدبيره؟ لا أعلم يا مولاي. وماذا تنوي أن تعمل؟ لا أعرف يا مولاي، ولهذا جئتك. هذا أسوأ خبر يمكن أن أسمعه. مولاتي، الملابس، ساعديني في ارتداء الملابس. خيرا يا مولاتي. خيرا خيرا. أوه، أين الأقراط؟ ترمين الخروج. نعم، أعيد العرق. ماذا أفعل؟ الأمر جد خطير. إني أتظاهر بإطاعة أوامر محمد رفيق، ولكن طاعتي لك وحدك، فانظر ماذا أفعل. الرأي أن تنفذ أمر محمد رفيق. أقبض على السيد جمال الدين؟ لو امتنعت عن القبض عليه فسوف يأمر غيرك بتنفيذ هذا الأمر. هذا صحيح، وسوف نفقد رجلا مخلصا ذا نفوذ في مكان لا نعرف كيف نملأه بآخر غيرك يا حسن شاه. هذا صحيح أيضا. قد يؤدي امتناعك عن القبض عليه إلى اكتشاف جماعتنا. والسيد جمال الدين؟ لو استطعت تأجيل القبض عليه إلى الغد ربما. لست أدري. ربما أستطيع تأجيل القبض عليه إلى الغد، سأحاول. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين.
استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا